السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي حبيبي وحبيبكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحباب، هيا بنا نسير في طريق الله، نتعرف سويا على صفات المتقين، على سمات المتقين، نتعرف على علاماتهم، على أماراتهم، نهدف من ذلك كله إلى الاقتداء وإلى التأسي بآثارهم في الدنيا كي نفوز بصحبتهم ورفقتهم في الآخرة عند الله في جنات الفردوس الأعلى. أيها الأحباب، أقم الصلاة لذكري من أهم صفات المتقين ومن أول صفاتهم أنهم يحرصون على إقامة الصلاة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن من أخص صفات المتقين أنهم يحرصون على التواصل مع ربهم جل في علاه، ويقفون بين يديه خاشعين خاضعين أذلاء رقاء، يدعون الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن يكرمهم بالفوز بالجنات في الفردوس الأعلى. إذن من صفات المتقين أنهم يحرصون على الصلاة. هو في حد من المسلمين مش عارف ان الصلاة فرض وركن من اركان الاسلام؟ انا مش هقول لك يعني ما بتصليش ليه، او صلي انت ما بتصليش ليه، انا هقول لك انت بتصلي ليه. يعني ما الذي يدعوك الى الصلاة؟ انت بتصلي ليه؟ عايز حضرتك تجاوب، بتصلي ليه؟ اقول لك انا بصلي لان الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين. وإيه كمان؟ قال لك والصلاة ركن من أركان الإسلام، حاجة يعني لا غنى عنها في الإسلام. وإيه كمان؟ قال لك لأن الصلاة العهد الذي بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر. طبعا من تركها إنكارا وجحودا وليس تكاسلا أو تهاونا، من تركها فقد كفر. يعني أنت بتصلي علشان الصلاة عماد الدين، علشان الصلاة ركن من أركان الإسلام، علشان الصلاة يعني بتجعل خصوصية للإنسان في تواصله مع الله سبحانه وتعالى. لك أيوة. لك طب أزيدك في الشعر أو من الشعر بيتا، الصلاة بالنسبة لك قد تكون ثلث الدين، قد تكون ثلث الدين. إزاي؟ ده أركان الإسلام خمسة، يعني المفترض ان الصلاة دي خمس الاسلام. طالما اركان الاسلام خمسة يبقى الصلاة خمس الاسلام. قال لك خلي بالك، ويمكن ربنا يعني كرمك بضيق ذات اليد شوية، فما عندكش اموال تخرج منها الزكاة فسقط عنك ركن الزكاة. يمكن ما عندكش استطاعة تذهب الى الحج فسقط عنك ركن الحج. يبقى مش فاضل لك غير ايه؟ الشهادتين، الصلاة، الصيام، ثلاث أركان. طيب هتفرط في الصلاة كأنك فرطت في ثلث الإسلام بالنسبة لك. أنت متخيل يعني الوضع عامل إزاي؟ يعني لو مش هتصلي يبقى أنت كده يعني بأي وجه بتقول أنا مسلم؟ يعني إزاي يعني أنت ما بتركعهاش لا في فرض ولا في جمعة ولا 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 حد بيشوفك أصلا بتدخل المسجد؟ يا من أي الوجوه تدعي أنك مسلم أو أنك مؤمن؟ لا، سيدنا صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. طب واحد ما بيعتادش المساجد على طول بمفهوم المخالفة، يبقى ده راجل عنده مشكلة في الإيمان يعني. يبقى أنت ما بتصليش ليه؟ المسألة صعبة للدرجة دي يعني؟ طب اسمع، اللي بيصلي ده ربنا بيديله إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضأ
فيسبغ الوضوء، يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني توضأ كويس يحسن الوضوء يعني. ثم يصلي ركعتين، ثم يصلي ركعتين، يعلم ما يقول فيهما، يعني يصلي بتركيز شوية، عارف هو بيقول ايه، مش بيبقى في وادي وعمال بيفكر في الأولاد وفي الشغل وفي المشاكل أو بيفكر في حاجة هو بيستمع إليها أو العيال عاملين دوشة في دماغه مع الأولاد أو بيفكر في أي شيء أو بيسرح في أي شيء ملوش علاقة أصلا بالواقع، ويفاجئ إنه خلاص بيسلم. طب أنا قريت إيه، صليت إزاي، مش فاكر. هو صلى كويس وكل حاجة وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وكبر وركع وسجد وكل حاجة عملها صح، بس مش في دماغه، مش بتركيز. قال لك لا، ما انت لازم عشان تاخد الثمرة بتاعت الصلاة لابد انك تتعلم تركز فيها ازاي. قال لك فمن أسبغ الوضوء، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما إلا وقد انفتلا، أو فلا ينفتل، يعني فلا يلتفت من صلاته، يعني أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله اللي هي الثانية، يعني قال لك كأنه كيوم ولدته أمه، يعني مش مكتوب عليه أي خطيئة، ما فيش أي ذنب في الصحيفة بتاعته. ياه، اللي يتوضى ويصلي ركعتين مركز بس فيهم غفرت كل ذنوبه، كل خطاياه، كل معاصيه، كل مخازيه، كل ده خلاص أصبح من الطريق، خلاص يعني أنسيته الملائكة، أمحية أو محية من الكتاب. لك أيوة، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليه هذا الأجر والثواب الجزيل؟ يا أخي ربنا عايز كده، بس سيدنا النبي قال لنا كده. هتقول ربنا يعني فضل الله واسع، هتقول ربنا ليه؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يبخل علينا بالحكمة من فرض الصلاة، فقال وأقم الصلاة. ليه؟ قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله الله الله، ده الصلاة على كده ما هيش غاية، الصلاة في حد ذاتها ما هيش غاية، ده الصلاة مجرد وسيلة تعمل بها إيه؟ تنهاك عن الفواحش، تنهاك عن المنكر، توصلك إلى الله تبارك وتعالى، تعود لسانك الذكر، تعود لسانك الاتصال بالله سبحانه وتعالى، هذا عن الصلاة. إذن فمن أخص صفات المتقين أنهم يحافظون على صلواتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الخاشعين الخاضعين الأرقاء بين يديه الأعزاء على خلقه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.